ياسين بن قدور، المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جهة القنيطرة الخميسات، بشراكة مع الغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط السلام القنيطرة، وكذلك النقابة الوطنية للتجار، ودائما احنا في شراكة معهم. هذا النهار هذا كنقوموا بيوم تحسيسي في مدينة تفلت حول تعميم التغطية الاجتماعية. كما تعرفوا أن سيدنا الله يسره أعطى الانطلاق هذا الورش الكبير والهام اللي هو تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة باقي المواطنين المغاربة، أي الفئة اللي ما عندها حتى شي تغطية اجتماعية، اللي هما كيتقدروا بواحد 22 مليون. وكاين هناك واحد جدولة زمنية اللي كتهم هذه التغطية اللي فيها مراحل. المرحلة الأولى هي سنة 2021 وسنة 2022 اللي غتهم واحد فئة عريضة اللي غتشملهم التغطية الصحية، اللي هي فئة منهم هذه الفئة ديال اليوم اللي هي فئة التجار. وغادي تكون هناك المرحلة الثانية، أي الجدول الثاني الزمني الثاني، اللي هي المرحلة ديال 2023-2024، اللي غادي تهم الاستفادة من التعويضات العائلية لسبع ملايين ديال الأطفال اللي عمرهم ما سبق لهم استفادوا من التعويضات العائلية. وكذلك المرحلة ديال الجدولة الأخيرة اللي هي كتهم سنة 2025، اللي هي غادي تكون كتهم تعميم التقاعد لجميع لهاد الشريحه كلها ديال 22 مليون اللي هي لحد الان ما عندهاش تقاعد. وكذلك كاين واحد ورش اخر في 2025 اللي هو تعويض عن فقدان الشغل. الناس اللي هما عندهم عمل قار، يعني كان عندهم واحد الشغل واحد العمل قار وفقدوا الشغل ديالهم، غادي يتم التعويض ديالهم خلال واحد الفتره معينه. دونك هذا يوم تحسيسي في هذا الاطار. هذا كنقوموا اليوم بهذه العمليه من اجل التجار، من اجل يعني التحسيس ديالهم، من اجل التسجيل اولا، تسجيل العائلات ديالهم، وكذلك تنعطيوهم فكره على الخدمات المقدمه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي غادا تشملهم هم كتجار وذوي الحقوق نتاعهم بطبيعه الحال. كيف ما تتعرفوا هذا الورش هذا عنده أهمية خاصة عند المواطنين، وحنا من خلال يعني التجربة ديالنا مع هذه الشريحة الجديدة كاين واحد الإقبال كبير على هذه الاستفادة هذه، وترحاب كبيرين، لأنه جاء هذا المشروع هذا في الوقت ديالو والمغاربة فرحانين به، وحنا كذلك كإدارة مواكبين هذه العملية، والحمد لله كل شيء دايز بخير على الصعيد الوطني. والارقام يعني خير دليل على هذه الامور هذه كامله، لان دابا كيف ما تتشوفوا ان هذه الفئه هذه او لا غيرها من الفئات بداو كيستافدوا هما وذوي الحقوق ديالهم، والعدد الملفات في تزايد مستمر، والحمد لله رب العالمين. كاين كذلك يعني مساهمه ديال ادارات اخرى وزارات اخرى، واللي كنديروا معاهم واحد يعني واحد الحضور حتى في الميدان، حضور يومي في الميدان، لا مع الفئات الاخرى كالفلاحه كالصناع التقليديون كالمهنيون اللي كيشتغلوا مهنه حره الى اخره. دونك حنايا في هذا الحضور ديالنا كنحاولوا ما امكن نفسروا بطريقه بسيطه بلغه بسيطه شنو هما المراحل اللي هي خاصة يمر منها التسجيل، لا ديال المستفيدين المباشرين ولا ذوي الحقوق، باش يتفتح لهم الحق من الاستفادة من هذه التغطية الصحية.